تيتشر التست بتاعي وصل لحضرتك؟ بعته على ايه؟ على التليجرام؟ يس. طيب هو عشان الموبايل مش جنبي فاكيد طبعا وصل، ثواني نشوف. عبد الله وسما ومحمد مجدي ومحمد محمود وسارة حكيم وآسيا، هما دول اللي بعتولي لحد دلوقتي برايفت. في حد بعت لسه ما وصلنيش؟ أنا تيتشر زماني بس. تمام حبيبي، يعني ما بعتيش لسه عشان ما ادورش عليك. أنا كمان لسه ما بعتش يمس. اوكي يا حبايبي، انا بقول بس اللي بعته علشان خاطر ابقى عارفه، اللي لسه ما بعتش بقى عادي يبعت وهيوصل لي برضه. Don't worry. متخلصش حاجة. ميسي اسمها إن أون آت أيام شهور ساعات. on in at on in at تاني مش شكر. okay. بس بعتهولي. تمام مين اللي مسمي الاكونت حبيبه؟ انت مسمي نفسك نمبر 7؟ ده انا كنت بقعد احتار مين 7 ده. اوكي حبيبه نون وورد، شوف ما اعرفش يا مس، اصل انا ما عنديش تليجرام في جوالي، فده رقم اختي هي ولا مسميها يهمك. نفسها سما عشان بتحب تمام يا تشتري. حبيبه، وانا هشوف دلوقتي ميس الإجابات. احكي لك على اول ما حبيبي ورانا دخلت على التليجرام ورانا ظهر بعدين. لي كده انضم 7 للجروب. 7 ليه؟ يعني هو في 7 مش وليه عارف يضم انا بعت بعدهم؟ الكويز. تمام يا رانا، ايوه انضم 7 للجروب مرة واحدة. خلصتي يا مريم؟ لسه مسلك. طيب تمام، طبعا هتبعتيه من نفس الاكونت بتاع محمد صح؟ ماشي. طيب اهم حاجة بس تحطي اسمك على الورقة عشان ابقى عارفة ده بتاع مين وده بتاع مين. اوكي ماشي. تيجي ونخلص يطلع. والله انا كان نفسي اعمل لكم ديكتيشن بس هو تقريبا كده مفيش وقت ان انا اديكم ديكتيشن، وفي خرجوا يعني لو لسه في نستنى حصة، كمان يعني لسه نستنى فاضل انتوا ربع عندكم ساعة سيشن بصراحة، عندكم. نعم لسه ربع ساعة، مش سامع والله، بتقولوا ايه؟ فاضل ربع ساعة، يمكن حلت بسرعة. ممكن نخلص بسرعة، فاضل ربع ساعة وناخد ديكتيشن صغير كده كام كلمة يعني مش كتير. أنا ديكتيشن قصدي في كده. كلمات، ديكتيشن في الكلمات اللي احنا اوريدي اخدناها ديكتيشن قبل كده، مش بدي كلمات جديدة يعني، احنا اوريدي اخدنا الكلمات دي اصلا قبل كده واتمليناها مع بعض. مش انا كنت بعتلك وصلك انا صفوة. صفوة الله ده صفوة، مشهور انت بعتالي على تليجرام في التليجرام بس لا ما وصلش يا صفوة، اللي وصل رنا ميرا. مثلا، انا برضه على التليجرام. طيب انا هقول الاسامي اللي وصلتني. اوكي طيب انا عندي رنا، دي حبيبه، عبد الله، سما، محمد مجدي، محمد محمود، ساره، اسيا، صفوه لسه ما جاليش. انت بعتي على الجروب ولا حاجه؟ ممكن لسه بيحمل ميسو كل يخلص سؤال. لا انا بعت لحضرتك على الخاص، على الخاص. استني ايه هتأكد تليجرام؟ معلومة اني اشوف. ما وصلش حبيبة قلبي، خلي بالك ممكن تكوني بعتي على اكونت حد غيري. لحظة كده اشوفك، هبعت لك رسالة.
انا مش لاقيه ثانيه واحده حبيبتي. مين اسمك السؤال؟ معلش أنا بسأل كتير. سؤال ايه هو بيقول في السؤال الأخير what did you do the weekend؟ تمام، يعني ما أظنك بيقول متى، يعني متى نهاية اليوم ونهاية الأسبوع، ف ده يعتبر يوم ولا شهر؟ لك انت عملتي ايه في الويك اند بتاعك؟ ويك اند دوت بنحسبه ايه؟ بنحسبه شهور ولا ايام ولا ساعات؟ بس كده تمام، وصل لحضرتك. ثواني يا صفو انا بشوفه وحبيبتي بدور بس اصلا على ال يا صفو تمام. انشر واللي يخلص اللي يخرج عايز واللي لا. يخلص هو احنا كده مفيش وقت للديكتيشن، فاللي خلص وعايز يطلع اوكي تمام. اوكي يلا ما Thank you ننساش يا teacher. اولاد، ما Bye ننساش bye. ما ننساش البروجكت اللي انا طالباه بليز، انا عايزاه يبقى عندي قبل يوم الاحد Okay. تمام ان شاء الله. في homework. هو ده الهوم ورك. هو ده الهوم ورك اوه اوكي تمام. باي. باي. مس نعم انتي اسمك ايه على التليجرام؟ عايز ايه؟ عايز ايه محمود؟ اسمك ايه على التليجرام؟ اسمي سوزان. ايه اسمي زي ما هو سوزان. اوكي اتاكد من اسمي لحسن يكون انا مش اسمي سوزان. لا اسمي سوزان. ميس الامتحان يوصل، الامتحان يوصل ليكي مريم. اوكي يا رب. مريم دارة. مريم بعتته على العام بس مش مشكلة خلاص نيفر مايند. لحظة يا يارا اشوفه. يا حبيبة قلبي وصل. اي خلاص كده اطلع ولا هتسرق؟ مريم بعتهولي من اكونت اسمه ايمان بدر يا مريم صح؟ بس بعتهولي نعم بعتهولي تمام يا حبيبتي وصلني حالا. اللي عايز يخلص يلا، اللي خلص وعايز يطلع يتفضل. خلصت يا محمود؟ سنيمس. تمام. انت اسمك محمود عصام؟ طيب عشان لو مش لاقي الاكونت بتاعي هبعت لك نقطة كده فين عشان تلاقي الاكونت بتبعت على طول. بعت لك.
مس، نعم وانا خلصت، بس لسه لي اللي هي اللي هو في الصفحة الثانية، اللي هو انا خلصت كله ما عدا سؤال، اللي هو في اللي هو السؤال الاول اللي هو الكومبليت، السؤال الخامس في الكومبليت. خامس great news يعني أخبار عظيمة. okay great news I am having a party. أنا عندي حفلة. my birthday my birthday يعني يوم عيد ميلادي. هنا birthday دي بتبقى نحسبها على إنها من إيه، من الأيام. لا مس، انا قصدي اللي هي الكومبليت، اللي هو الصفحة الاولى اللي هي الكومبليت، خمس سؤال. طيب you can tell me if you read anything. أنا عندي هنا دايما 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 يا محمد بعد can لازم الفيرب يبقى في المصدر، لازم ما بحطش فيه أي إضافات، أي فيرب خلاص. طيب عندي if زي ما هو you زي ما هو if you need anything، إحنا اتفقنا مع إن he she it بنحط لها s. طب I you you they مش بنحط اس. تمام فهمتها. خلصنا نطلع، اللي خلص يطلع. اه اللي خلص يطلع. انا قاعده مع لسه مخلصوش، بس ننجز بس عشان اكيد في سيشن بعدين. خلصتي يا يارا؟ تمام يارا خلصتي قصدي محمود، خلصتي يا محمود؟ اه، بس سميها بعد. تمام. أنا بعد تمام يا محمود. okay. ثانية محمود فين انت؟ الاكونت بتاعك اللي هو فين؟ اسمه ايه ده محمود؟ ما جديش يا محمود لسه. ثانية مرة ثانية. انت لقيت الاكونت بتاعي الاول ولا ابعت لك؟ لا ابعتيلي مس. كتبت اسمك بالعربي. انت اللي بعتلي ليه النقطة دي؟ عندي في اكونتين اسمه محمود عصام. عصام انت اسمك محمود عصام صح؟ اه، وانت اللي بعتلي الساعة 11. انا شايفة اي ام كان اسمه محمود عصام، بس اي ام ده مين مش عارف. اي ام ده انت صح؟ الاكونت اسمه اي ام. اه طيب وانا اه بعت نقطة لحد دلوقتي ده انت؟ مش شفتها. طيب انا بعت اتنين على اكونتين لمحمود اسام. انت داخل على الجروب باكونتين ممكن بتاعك وبتاع ماما مثلا. مش مشكلة يا محمود ابعت له خلاص هيجيني، بس المهم اسمك على الورق. اوكي طيب تمام. ايه يا محمد حمادة ايه الاخبار؟ في حاجة واقفة قصادك؟ ميت خلصت ولا لسه؟ ده حلو. طيب لو عايز تطلع يا محمود اتفضل.
خلاص يا محمود، تمام، بعت خلاص. انا اشوف ايه انت بعت ولا لسه. لسه ما بعتش على فكرة، لسه مش حاجة جاية. مش عارفه بعته. خلاص يا ولاد، فاضل دقيقة واقفل. انت خلصت يا محمود ولا لسه؟ لا خلصت بس بحاول ابعته عشان طب انا عندي خلاص تقدر مشكلة. تطلع، تقدر ما دام خلصت تقدر تطلع بقى. اتفضل اقفل دلوقتي. كامس شكرا. طيب تمام يا محمود. يا محمد، محمد نعم يا مس، بص يا محمد، انا بعتلك الكويز على التليجرام، افتحه وكمله بقى، حل مع نفسك كده، وبعد ما تخلص ابعتلي الحل. ماشي، ماشي بس مش عايز لحد يساعدنا يا محمد علشان اعرف انت ايه اللي ناقصك واشرحه لك تاني. ده مش امتحان يا بابا، ومش عليه درجات وملهاش اي علاقة. انا اهم حاجة عندي اعرف ايه اللي انت ناقصه واشرحه لك تاني، تمام؟ ما تخليش حد ده يساعدنا. حلو. طيب تمام، انا بعت لك الامتحان على التليجرام عشان انا هقفل دلوقتي لان السيشن خلص. انا اصلا ايه مصوره انت صوره مصوره؟ طيب تمام، عامه انا بعته لك برضو لو ما كنتش صورته. يلا خلص وبعته. اوكي اوكي يلا سلام. لا.